جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أخوكم أحمد محمد يقول: فضيلة الشيخ، هناك سؤال أحب أن أتوجه به إلى فضيلتكم جزاكم الله خيرا. والسؤال يقول يا فضيلة الشيخ: هو بأن أخي الأكبر توفي رحمه الله رحمة واسعة، وقد ترك لنا ما يقارب من 50,000 جنيه مصري، لكن الوالد أهداه الله استثمر هذا المبلغ بطريقة ربوية الآن، وقد بلغ هذا المبلغ حوالي 70,000 جنيه مصري. أولا أحب أن أعرف فضيلة الشيخ، هل هذا المال فيه زكاة تتوجب على المبلغ الأصلي أم على المبلغ بعد الزيادة؟ وكم تبلغ الزكاة على مثل هذا المبلغ في السنة مأجورين؟ ما دام أن الوالد موجود فليس لكم ميراث من هذا المال، لأن الوالد يحجبكم، يكون الميراث للوالد ولمن معه من أصحاب الفروض، أو إذا كان للميت أولاد. على كل حال الإخوة ليس لهم ميراث مع الأب، هذا بالإجماع. وأما الزكاة فكل من الورثة يزكي نصيبه، كل من الورثة يزكي نصيبه من الميراث. وأما استعماله في الحرام والاستثمار الربوي هذا حرام ولا يجوز، يجب على والدكم التوبة إلى الله وأخذ رأس المال وإعطائه لمستحقيه من الورثة إذا كان معه ورثة غيره. نعم، يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه من الميراث من أصل المال. وأما الأرباح الربوية فلا يجوز أخذها، يجب تركها لأنها حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان ليس له وارث إلا الوالد فإنه يزكي هذا المال، أصل هذا المال يزكيه لأنه ميراثه وماله. وإن كان معه ورثة آخرون فكل يزكي نصيبه كل ما مضى عليه حول. كيف يتخلصون من هذا المبلغ الربوي يا شيخ؟ يتركونه. يتركونه. يتركونه.